الطقس واحد في كل الكنائس القبطية. نيابة سيدنا، كنت بتكلمنا عن الماء عموما، أيوة. وقلت لنا الماء في ضرورة لوجود الماء في حياة الإنسان للارتواء، لكن أيضا ضرورة الماء أيضا للتطهير. من خلال الكتاب المقدس كان في شرائع التطهير في العهد القديم، وكان بيستخدم الماء باستمرار. حتى نفتكر كمان المعجزة بتاعت السيد المسيح، أول معجزة صنعها اللي هي بتاعت تحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كان في 7 أجران التطهير، صح، للتطهير. أوان التطهير. فهنا هو دور الماء في التطهير وعلاقته بالروح القدس. الغسلات كلها أو الاغتسال كله قائم على فكرة التطهير. يعني الإنسان لما يغسل إيده مثلا، الأب الكاهن قبل القداس يشير إلى التطهير، هتقول أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك، مذبحك المقدس، أطوف مذبحك دي العبادة. تسبيحك. فالماء للنقاوة، ينقي. وبنقول في المزمور 50: اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي تطهرني، لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. وده عمل الروح القدس في تطهير الإنسان في التوبة. ومن قوة التوبة أحيانا الدموع، الدموع دي تغسل تمام. والآباء اتكلموا عن تأثير الدموع، لأن الدموع تترجم عاطفة نقية، عمق العاطفة تدمع الإنسان. فالدموع دي مية، بس مش مية عادية بقى، مية الاغتسال. والمرأة الخاطية غسلت رجلين المسيح بدموعها. وحتى السيد المسيح قال للسمعان الفريسي وهو بيتكلم عن أفضلية المرأة الخاطية اللي بيحتقرها سمعان الفريسي، قال له: أنا دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، يعني ما غسلوش رجلي بمية، أما هذه فقد غسلت بالدموع قدمي أو رجلي ومسحتهما بشعر رأسي. الشعر هنا رمز الكرامة، المرأة عايزة تقوله الخطية ضيعت كرامتي، وانت اللي هترجع لي كرامتي تاني بالتوبة والمغفرة. يعني كان في العهد القديم برضو سيدنا في المرحاضة في الهيكل، فيها كل الاغتسالات للتطهير، يعني إشارة لعمل الروح القدس في التطهير قبل ما أقدم الذبيحة. ومية اللقان برضو في خميس العهد وعيد الرسل، غسل الرجلين بمعنى التطهير. يمكن نعمان السورياني كمان في سفر الملوك الثاني كان البرص عنده تطهر بالمية. والبرص كان له بعد في الخطية، كان مرتبط بالخطية، البرص كمرض جسدي مرتبط بالمرض الروحي. غالبا ما تكون الأمراض لها بعد جسدي وبعد روحي. يعني مثلا الغضب، الغضب دي حاجة روحية، يجيب ضغط الدم، ممكن يؤثر على الجسد، يجيب سكر، يجيب ضغط، يجيب حاجات زي كده. يعني الإنسان مثلا اللي يحب الأكل أو يسموه شره، الشراهة مرض روحي، لكن ممكن تؤدي إلى مغص، إلى السمنة، إلى حاجات كتير. أنا قصدي إنها تتعب الإنسان مش تفيده يعني. فالشره مرض روحي له بعد جسدي بقى، كرفليكشن أو انعكاس للخطية يعني. وهكذا كل الأمراض الجسدية لها بعد روحي، لأن الإنسان مش جسد بس، إنسان جسد وروح ببعضية. والخطية بعد روحي. طبعا ما أقدرش أقول إن كل من هو مريض يبقى يعني خاطي أو عمل حاجة جابت له المرض. يعني ده في تجربة من ربنا، أيوب يعني، ما ولو إن أيوب كان له البر الذاتي برضو اللي خلى ربنا يعني يسمح وبالتجربة طبقية. ونفس أيوب قال كده: بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيناي. بعد التجربة، دليل أنه كان محتاج للتجربة، شوف الله من خلال التجربة، من خلال الصليب فتحت عينيه عشان مش بس يسمع عن ربنا لكن يراه أيضا. يعني عايز أقول أنه مهم أن الإنسان يدرك هذا البعد، يعني
بعد مهم جدا. طب زي ما الماء